طب دكتور علاء، الحقيقة لما برضو استضفت بعض الجراحين وسألتهم على الخيوط، في منهم قال لي كلام فارغ. أنا جالي ناس عاملين عمليات بالخيوط ووشهم وقع. أنا مفهمتش إيه وشهم وقع، بس قال لي وأنا قعدنا يعني نعمل نصلح في اللي اتعمل قبل كده. إيه رأي حضرتك؟ طيب، ما هو هنا بقى مهم ان احنا نختار العيان المناسب. يعني مثلا الخيوط مناسبه لسن كام؟ اربعينات، خمسينات. طب لو حد كبير في السن اكتر من كده، على حسب بقى الترهل. طب لو الترهل زياده، لا الخيوط خلاص بقى احنا عندنا ليميت برضه، مش هنقدر ان احنا نعديه، يبقى هنا خلاص جراح. ما ينفعش اللي احنا كنا بنقول عليه اللي هو الشد بتاع زمان ده. تمام انما لو ترهل متوسط او بسيط، لا ساعتها نعمل خيوط هتبقى كويس. تمام هل برضه نوع نوع الخيط بيفرق في الخيط القصة دي؟ طبعا، ونوع الخيط بقى بيفرق هنا. احنا هنشتغل بانواع مناسبه وكويسه، مش اي زي ما احنا قلنا مثلا بتاع القوره والشفايف مثلا غير بتاع الوش. ما ينفعش اجيب بتاع شفايف احطه في الخدود مثلا، لا، فيبقى هنا هتبقى النتيجه اكيد مش حلوه. هل مثلا في خيوط صيني، بما ان الصين داخله في كل حاجه، في فهل خيوط صيني مثلا الناس بعد ما اسمها عمليه، اسمها عمليه يعني شد الوجه بالخيوط، وبعد ما تمام، عملت عمليه يعني لقي 3 4 شهور وكمان وتاثيرها ما راح عملتش مثلا؟ حاجه. طبعا في صيني، في كوري، في الاصلي، في حاجات كتيره جدا. فعشان كده برضو قبل ما نعمل اي حاجه نتاكد احنا بنعمل بنوع شكله ايه، ونشوف العلبه بتاعته، ونشوف وايه الشكل، افضل الحقنه الانواع والكلام ايه؟ ده كله. في انواع كتير كويس، يعني في مثلا الامريكي كويس، الامريكي، الالماني كويس، في كذا حاجه كويسه. وطبعا كل ما كان الحاجه افضل كل ما كانت اغلى، صح كده؟ بس في المقابل النتيجة أحلى وبتقعد معانا وبتقعد أطول. وقت ما أنا اطول. ممكن أعمل حاجة رخيصة 3 4 شهور وتروح. طب أنا ممكن أعمل أغلى شوية وتقعد معايا سنة ونص وسنتين. فيعني دايما الغالي يقول لك الغالي تمن تمنوا فيه. فيه. طب طيب، وزي ما حضرتك قلت كده، السن المناسب هو الاربعينات الخمسينات، لكن لو تهدل زيادة حتى لو في السن ده ما تنصحوش بالخيوط. يعني ما احنا عندنا موضوع ان احنا نعالج تجاعيد الوجه دي، ليها حلول كتيره جدا. الخيوط واحده منها، ممكن في عندنا بديل زي الفيلر، طب ممكن بديل قبل ما انا كنت لسه هتكلم على الفيلر، بس قبل ما انقل للفيلر كبديل او هو بيعمل نفس التأثير، او من ضمن الاقتراحات اللي بيقولها دكاترة التجميل ممكن كذا او كذا، واحيانا بيكون هو ليه وجهة نظر، واحيانا بيسيب الايه الكلاينت او الاختيار العميل هو لل اللي يختار يعني. تمام. طيب، يعني انا عايزه اعرف الخيوط، حضرتك قلت مناسبه لسن معين وليها تمام، برضو وقت يعني بتقعد فيه. طيب، مظبوط. هل هي مناسبة يعني ممكن حد مناسب ليه يرفع مثلا الدقن او الدبل تشين او الدقن المزدوجة، بس تقوله مش مناسبة مثلا لجزء تاني في وشك، مش مناسبة للجفون، مش مناسبة للقورة، مش مناسبة. بص، يعني ممكن ما هو ده بقى في الكشف هيبان. يعني مثلا ده ما احنا قلنا مثلا بنستخدمها في تحديد الشفايف، دي بقى مش مرتبطه بسن. ممكن تيجي واحده عندها 20 سنه عايزه تحدد شفايفها بالخيوط، خلاص مرتبطين بسن. انا عندي فضول اعرف ازاي تحديد، يعني ايه الفكرة، معلش التقنية بتاعتها ازاي؟ نفس الفكره، بنيجي ندخل من اول الشفايف من هنا بفتحه صغيره خالص، ونمشي مع الكونتور بتاع الشفه، نحط الخيط جوه ونخرج. فايه اللي بيحصل بقى؟ الخيط جوه هيحصل عليه تنشيط للكولاجين، ويبدأ يتحدد شكل الشفايف ويقعد معانا بقى. وفي نفس الوقت ما يديش الشكل الصناعي بتاع الفيلر الجامد ده. من غير هيكبرها شكل الطبيعي بقى، هتحس ان هي طبيعية، يعني مش زي الفيلر اللي ساعات بيبقى زيادة شوية عن الليزر. يعني وده يقعد قد ايه؟ نفس المدة برضو بتاع خيوط الوش، نفس نفس الفكرة المدة. نفس يعني، الفكرة، برضو بنتكلم في سنة ونص أقل حاجة لسنتين. ممكن ولو سنتين حد محافظ، بيحافظ. بمعنى ان احنا قلنا روتين اليوم بتاعه، انه ما بيدخنش، انه بيلعب رياضة، صح كده؟ تمام، كل دي تخلي النتيجة تقعد معانا فترة أطول طبعا. أكيد. تمام. طيب، نشوف بقى الفيلر بيعمل يعني، بنشوف احنا كنا يعني بقالنا فترة الفيلر شغال في اللي هو بيملى الوشوش، كنا بنشوفه كده بس كان بالزيادة الحقيقة، يعني في ناس بتعمله بالزيادة، يعني نفخة بالزيادة، والوش نفس الكلام، الوش والشفايف نفخين بالزيادة. بس مؤخرا بقينا نسمع ان الفيلر كمان بيظبط يعني اسمه ايه، الاوتلاينز او الحدود التحديد الخارجيه او ونحت تحديد الوش. او نحت تمام الوجه، مش بقى بالخيوط بس، بقى بالفيلر. تمام انا مش فاهمه ازاي يعني الفيلر دي مش المفروض انها ماده مالئه او مظبوط. بتملى، ازاي بتحدد يعني؟ طيب، هو الاول موضوع ان في ناس بيبقى شكلهم اوفر زياده، موضوع الفيلر ده هو الترند دلوقتي، ان احنا نعمل حاجات ما تبانش ان هي معموله.
يعني ان احنا يبقى شكلنا طبيعي، شكلنا اصغر، شكلنا عارف كواحده نايمه كويس صاحيه من النوم فايقه ووشها رايق ومش عارف ايه، ده الهدف من شغلنا دلوقتي. انما نعمل حاجات فيك وشكلها زياده عن اللزوم، لا مش ده بقى الهدف من شغلنا خالص دلوقتي، تمام بالعكس بقت حاجه منتقده زياده عن زمان يعني. صحيح. طيب موضوع بقى ان احنا ازاي نحدد الفلر برضو على حسب النقط اللي احنا بنحقنها، ما دي بتفرق. يعني زي ما احنا قلنا ان الفيلر ده عباره عن ماده جل بنحطه عشان يملى، كنا نحطه في الخدود فيملاها، نحطه في الشفايف فيملاها وهكذا. طب لو جيت حقنتها على العظم نفسه، العظم ماسك فيه الجوينتس بتاعت العضلات اللي هي الاربطه بتاعت العضلات، فانا لما باجي بحقن فيها فيلر بتركيز عالي شويه او بيبقى نوع فيلر معين يعني يتحقن، ده بيحدد لي العظم بتاع الوش، فساعتها يبان هو موضوع ناحيه الوش. تمام. فبقى يعني ان انا احقن في بيستخدم. النقطتين دول، احقن في الحته دي، دي بيحدد لي شكل الفك، بيديني حاجه اسمها تكساس تكنيك. طيب التاكسس دي برضو، لان انا برضو سمعت من برضو طبيب بيقول هي بتليق مع وش وش، لا مش دايما الفيلر بيبقى حلو لكل الناس، لان في ناس وشها ما بيستحملش التاكسس دي، بيبقى فيه زي ايه نقول ايه اسمها ايه الحته بتاع الدقن اللي هنا دي، فبيقول مش هي مش مناسبه لكل الناس ان يبقى ليهم الشكل او البروز الدقن ده اللي هو بيبقى احنا بنشوفه يمكن في الرجاله اكتر في الشكل ده. ف مظبوط. في فعلا وشوش بينفع معاها وشوش لا. بصي لو الوش مدور زياده بيبقى شكلها مش حلو، ما بتبقاش طبعا شكلها طبيعي يعني. انما لو حد وشه رفيع شويه لا بتبقى لايقه اكتر، بتبقى شكلها احسن. ويمكن ده شفناه فعلا برضو، يعني ممثلة من الممثلات شفناها يعني عاملة مسلسل في رمضان، انا مش هقول اسمها والله عشان هي متهيألي زهقت من كتر ما الناس اتكلمت على الموضوع. اتكلمت على الموضوع، يا ظهرت في مسلسلات هي كان شكلها حلو قوي اللي هو من بعيد وكصور، يعني تمام بتطلع في الصور حلوة قوي، لكن مظبوط، ما بتيجي بقى تتكلم كان شكلها واحدة تانية خالص انت كمان. عرفتها برضه. ايه ده انت اكيد معايا اكيد، لا الخط انا متابع معي. وكل الناس اتكلمت، فانا مش هقول اسمها بس من كتر ما هي زهقت انها يعني بترد على الناس اللي بيقولوا لها شكلك غريب او شكلك اتغير. ما هي الفكره في كده، احنا لما نيجي بنحقن او بنيجي نعمل الحاجات دي لازم يبقى شكلنا طبيعي، احنا بنحسن بس الديفوهات بتاعت الوش، انما ان احنا نغير خالص شكل الوش او الملامح بحيث لو حد تاني شافنا ما يعرفناش، لا يعني ده مش مطلوب خالص دلوقتي. يعني ايه الغلط اللي اتعمل؟ ان هي استخدمت تقنية غلط ولا استخدمتها بطريقة غلط؟ يعني بص يمكن كان زياده شويه اللي اتعمل، ممكن احنا حقنا حقن زياده عن اللي كان مفروضه يعني، ما كانش لايق على وشها قوي برضو يعني، كان المفروض من البدايه حاسين ان هو الدنيا مش هتليق قوي، كان ممكن نوقف يعني ما نكملش. يعني شايف ان التقنية نفسها غلط لا معاها؟ مش مناسبه ليها. يعني نقصد غلط ليها، يعني ما ليها كانش، هي كان ممكن كان شافت ممكن تعمل البديل. حاجه تانية طب بديل شايف تاني مثلا، البديل كان الخيوط مثلا؟ ممكن كان الخيوط هيحدد لها وشها بصوره احسن. وبعدين الخيوط على فكره امان اكتر بكتير من موضوع الفيلر، وبعدين الزيت هتقعد اكتر بكتير من الفيلر برضه يعني، الفيلر بيقعد 6 شهور 9 شهور سنة بالكتير لو احنا عرفنا نحافظ كويس. الخيوط قلنا بتقعد اكتر، الخيوط ميزتها ان هي امان، ان هي عمرها مثلا احنا بنخاف احنا بنحقن فيلر لو حقنا في اماكن غلط ان يتقفل او ردة دموية اللي هي اللي بتغذي الدم للوش، دي لو اتقفلت هيحصل مشكلة. الخيوط مفيش فيها المشكلة دي خالص، فامان تماما. طب وهي نفس التكلفة الخيوط اغلى طبعا، الخيوط بكتير ولا؟ اصل احنا دلوقتي الفيلر اللي هو اللي بيحدد الوجه سامعين عنه برضو ارقام، مش اللي هو الفيلر العادي اللي بيعملوه للوش او للفم، تمام. لا يعني برضو ارقام. ما هي مشكلة الفيلر في ان هي السرنج عبارة عن ملي واحد، فملي واحد ده معانا حاجة يعني بسيطة خالص مش هتبان قوي لو هنحقن في خدود، لازم نتكلم سرنجتين ثلاثة عشان تحسي ان احنا فعلا في اختلاف حصل. في ناس بيحقنوا بال7 و8 سرنجات مرة واحدة عشان بيحتاج وشهم كده، فبالتالي بيحتاجوا بيبقى غالي. وشهم رفيع الزيادة بتاعه عايزين يملوه مش عارف ايه، طبعا بيحتاجوا سرنجات كتير، فدي تمام. طبعا في الاخر تبقى التكلفة في الاخر عالية. انما فهتبقى لو قريبة من الخيوط. هتبقى قريبه من الخيوط طبعا، هنا بقى ساعتها، انما لو كانت في سرنجات قليله في الفيلر هيبقى ساعتها الخيوط هي تمام. الاكثر.